على موعد مع المطربة اللبنانية نجوى كرم التي قدمت جديدها وأروع أغانيها في حفل حضرت وزيرة الثقافة نادية العبيدي. التغطية لفؤاد أحماني. السهرة الغنائية لليالي الكازيف كانت البارحة للمطربة اللبنانية نجوى كرم بامتياز. تحف غنائية من أجمل أغاني نجوى كرم، تفاعل معها الجمهور الذي حضر بأعداد غفيرة جدا. بكل أصناف الطبوع المشرقية امتازت بها أغاني نجوى كرم وأطربت بها مسامع الحاضرين ممزوجة بالدربكة والطبل المشرقيين. والله انتم اليوم شرفتونا بالحفله الحلوه جدا الحلوه هاي، الله يحفظكم جميع. والله احلى شعب واطيب شعب. والله حفله تاع اليوم كورميدك باسكو فنانه مشهوره، الله يبارك على هادي راك تشوف، الله يبارك كاع الجمهور هنا. جيت باسكو نحب نجوى كرم بزاف. الله يبارك باسكو الحفله بزاف فور. نشكر وزير الثقافة ونشكر الفنانة نجوى كرم. وكرمت الفنانة نجوى كرم من طرف وزيرة الثقافة نادية العبيدي.